سؤال الأول هو إيش منطيني؟ منطيني معادلتين، لاحظ هو يعطيني معادلتين x زائد 2 y يساوي إيش قد؟ 5. تمام. 3 x ناقص y يساوي إيش قد؟ 1. مباشرة أحط على المعادلة رقم 1، أكتب عليها معادلة رقم 1 أعتبرها، وهاي الاثنين أكتب عليها معادلة رقم 2. نضرب المعادلة الثانية كلها في إيش قد؟ في 2. ليش؟ لأن أنا قررت أحذف الواي. وضحت أعتقد؟ وضحت. حتى تساوي المعاملات ليش بنضربها في 2 هاي المعادلة؟ شوفها هاي ليش بنضربها؟ تعالوا ياي هسه ننزل معادلة رقم 1 نفسها، نزلتها معادلة رقم 2 من راح أضربها 3x في 2، قررت أضربها على مدى أساوي المعادلات يعني المعاملات مال الواي. أوكي 3 في 3x في 3 ينطيني 6x، نزلتها y في 2 2y هي إشارتها سالب، أنزلها هي وإشارتها. تمام الواحد أستاذها من ضرب البعد يساوي كل هالمعادلة تضربها، 1 في 2 شقد الثاني 2 شقد 2. احفظ هسه شنو اللي عندك؟ الإشارات مختلفة. تمام المعاملات متشابهة، هاي 2 وهاي 2، إذن الواي الاثنين واي والاثنين واي راحت. وضحت؟ وضحت. بعد شو أسوي؟ x زائد 6x شقد يعطيك؟ 7x. شلون أستاذ؟ اي احنا هاي نجمعها، راح نسوي عملية جمع، 7x زائد 2y ناقص 2y، انطيتك 2y، اخذت من عندك 2y، ايش بقى؟ سالب. تمام كل شيء ما بصفر. 5 زائد 2 7. تمام هسه نتوقف هنا. انا ايش اريد؟ اريد x ايش قد ساوت لي، ما اريد 7x. استاذ انت قايل لنا بهاي المرحله بالفصل الاول والفصل الثاني اذا وصلنا لهاي المرحله نقسم على البقل اللي بجانب مثلا x، ايش قد بجانبها؟ 7، نقسم على 7 على مود من تخلص من ال7. قسمنا 7x على 7، استاذ راحت فقط بس الاكس، نزلها 7 على 7 يساوي لي 1. اذا اكس ايش قد ساوت لي؟ ساوت لي 1. تعالوا ياي ساوت لي ايش قد؟ 1. اعوض قيمه اكس في معادله رقم 1 او الثانيه ماكو مشكله، نعوضها في معادله رقم 1. اكس انزلها بالبدايه على مود ما ادوخ، اكس زائد 2 واي يساوي 5، هاي الفوق مو اللي طلعتها بالبدايه. تمام ثاني مره. تمام مكان كل اكس قيمتها ايش قد طلعتها؟ 1. 1 زائد 2 واي يساوي 5. بهاي الحاله شو اسوي؟ خلي المتغيرات بجهه والاعداد يعني والاعداد بجهه ثانيه، يعني الواحد انقله للجهه الثانيه شو يصير؟ سالب 1. ليش؟ على مود اخلي بس 2 واي. تمام صار 2 واي يساوي 5 سالب 1، يعني 5 ناقص 1. 2 واي يساوي ايش قد؟ 5 ناقص 1 استاذ 4. هسه بهاي الحاله ايش صار عندي؟ استاذ ظهرت عندي نفس هذه، لازم اقسم على معامل واي. ايش قد معامل واي؟ 2. قسم عليه 2 على 2 واي على 2 استاذ بقت بس الواي. 4 على 2 ايش قد ساوت لك؟ ساوت لك 2. واي ايش قد ساوت لك؟ ساوت لي 2. والاكس ساوت لي ايش قد؟ اذا مجموعه الحلول ايش قد ساوت لي؟ اكس 1 وواي ساوت لي 2. اعتقد جدا سهله وما بيها كل صعوبه. اوكي طلابنا شفتوها، شيء بسيط انه يعطيني معادلتين، المعادله الاولى اكتب عليها رقم 1 والمعادله الثانيه اكتب عليها رقم 2. بعدين معادله رقم 2 ضربتها بمن؟ في 2 على متساوى المعاملات مال المتغيرات مال الواي، لان قررت احذف الواي. اوكي فبنحذفتها بهاي الطريقه ظهرت لي قيمه اكس، رجعت عوضتها وين؟ بمعادله رقم 1. تمام من عوضتها معادلة رقم 1 ظهرت لقيمة واي بعد خطوات بسيطة سويناهن، وذن الخطوات ماخذيهن بالفصل الثاني والفصل الأول. أوكي طلعت لمجموعة الحلول 1 و2.
اعتقد بيض من الساعه وين كنا. طريقه الحذف، طريقه التعويض، العشن الساق، تعالوا جاي، طريقه جدا بسيطه ويعني تحتاج لها شويه انتباه. نستخرج اكس لو واي ونسميها معادله رقم 3. استاذ منين نستخرجها؟ من احدى المعادلتين ونعوضها في من في المعادله الاخرى. شلون؟ مثلا انت طلعت قيمه اكس من معادله رقم 1، هاي قيمه اكس عوضها بمعادله 2. تعالوا يا هسه اذا مو مثال ما ترهم. عندي اكس زائد 8 واي يساوي لي 10، هاي معادله رقم 1، واكس ناقص 4 واي يساوي لي 2. شو اسوي؟ من معادله 2 نحصل على يمين. لاحظ اكس يساوي، انا ايش راح اسوي؟ بس يعني هاي اكس انقل شني اللي بجانبها، انقله للطرف الثاني بعكس الاشاره. هذا يسمونه استخرجنا يعني اكس وحصلنا على معادله رقم 3. بس هيك استاذ؟ اي بس هيك. فصار عندنا اكس يساوي 2 زائد 4 واي، سميتها معادله رقم 3. وين اعوضها؟ نعوض معادله رقم 3 في معادله رقم 1، لان انا طلعتها من 2 ما ارجع اعوضها هنا. فش يكون اكس، انزلها المعادله على مود ما ادوخ، اكس زائد 8 واي يساوي لي 10. هسه مكان كل اكس اخلي قيمتها اللي هي 2 زائد 4 واي. فاجيت خليت 2 زائد 4 واي، هاي شنو هاي معناها؟ هاي قيمه اكس اللي طلعناها زائد 8 واي يساوي لي 10. هسه الاثنين هنا نشعدها بجانب الوايات، هاي واي وهاي واي، انقلها بصف العشرة لان هذين الارقام وذني متغيرات، انقلها بصفها. نقلتها صار السالب 2، والاربعة واي زائد 8 واي الشابات انزلهم 12 واي يساوي لي 10 ناقص 2. 12 واي يساوي لي 10 ناقص 2 8. شقسم على اليمن؟ صار على اليمن نقسم، نقسم على المعامل اللي بجانب المتغير. ايش قد؟ 12. استاذ مو ما يقبل القسمه وكذا، انا بس اريد اتخلص من عند، اريد واي حتى لو يبقى لي كسر. 12 على 12 واي على 12 راحت، بقت بس الواي. 8 على 12 تبقى نفسيتها. فش اسوي هنا؟ تقبل القسمه اثنيناتهم على طبعا 4. هاي شو اسوي لها؟ بيها 2، وهاي ايش قد بيها؟ بيها 3. نعوض قيمه هاي شو اسمها؟ قيمة واي. نعوض قيمة واي في معادلة رقم 3. طلابنا انتبهوا يا احفظها، خطوات بسيطة. استخرجنا معادلة رقم 3 منين؟ من معادلة رقم 2، مجرد نقلنا هذا بصفحة يعني مشينا خطوات عادية، بس مجرد طلعنا قيمة واي. بعدين قيمة واي بالمعادلة اللي انا استخرجتها الجديدة اعوضها. فاكس شو يساوي لي؟ 2 زائد 4 بمكان الواي شو اخلي؟ 2 على 3، تمام؟ لان هاي قيمتها خليتها، ويساوي لي 2 زائد مقامات اوحدهن، تمام؟ تمام. ال 2 تنزل لان بيناتهن زائد، ال 4 مضروبه بهذا القوس باعتبار المقامات متوحده، هذا واحد هنا 3 في 1 3، تمام؟ اللي ما عندك مقام، مقامه واحد. 4 في 2 8، بقت 8 زائد 2 زائد 8 على 3 ويساوي لي. شو اسوي هسه؟ شو نسوي؟ اضرب وسطين بطرفين، قلت لك فاهم الفصل الثاني؟ فاهم هاي الوضعيه. عندي كسرين، استاذ هذا ما في كسر، هذا مقامه ايش قد؟ واحد، ما عنده مقام، مقامه واحد. وعندي علامة زائد، استاذ هاي معناها نضرب وسطين الطرفين، عاشت ايدك يا بطل. 8 في 1 بقت 8 نفسيتها. زين، 3 في ايش قد؟ 2 ايش قد ساوت لي؟ 6، تمام؟ فصارت وحدت المقامات صارت 3، تمام. ايش قد سوى لي؟ 6 زائد 8 على 3 ويساوي لي 14 على 3. اذا مجموعة الحلول اللي طلعت عندي هي 14 على 3 لان مال اكس اكتبها بالبدايه، واللي طلعت مال الواي 2 على 3. هاي هي انتهى الحل هنا.
طبعا سؤال وزاري 2019 جاي للتمهيدي، ايش قايل له؟ شوف شلون بسيط، واي يساوي مباشرة، واي يساوي 4 اكس معادلة رقم 1، واي يساوي اكس زائد 6، هاي مباشرة يساوي، يعني ما عندي اكس زائد واي وكذا، لا مو مثل هاي المعادلة، شوفها مباشرة يساوي. اذا هنا كل شيء جاهز، ما يحتاج نطلع معادلة رقم 3، نعوض معادلة 1 في معادلة 2. يعني شلون؟ يعني واي ايش سوت لي؟ 4 اكس، اذا نخلي مكان هاي الواي 4 اكس، ويساوي لي 4 اكس يساوي اكس زائد 6. هاي الاكس اللي بجانب يعني الرقم انقلها للطرف الثاني، هذه بعكس الاشاره فصارت سالب اكس، 4 اكس ناقص اكس يساوي ايش قد؟ 6. 4 اكس ناقص اكس يساوي 3 اكس، ايش قد يساوي لي؟ 6. استنتج بعد ما اقسم على 3، 3 اكس على 3 فقط بس الاكس، 6 على 3 بيها 2. اذا نعوض قيمه اكس في معادله ايضا يا رقم 2، لان ايضا جاهزه ما بيها كل شيء. اوكي، واي يساوي لي بمكان كل اكس اخلي 2، واي يساوي لي 2 زائد 6 ويساوي لي 8. مجموعة الحلول اللي ظهرت عندي 2 مال الواي مال الاكس ومال الواي 8. شفتوها شلون بسيطة؟